أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وبذلك يكون يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. الحمد لله الذي وفقنا لصيام شهر رمضان وقيامه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم رسله سيدنا محمد خير الصائمين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، والشيخ راشد بن حسن من البعينين في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال، وحيث أنه لم يتقدم أحد للإدلاء بشهادته، غير أنه ثبت شرعا بالمملكة العربية السعودية رؤية هلال شهر شوال في هذه الليلة بشهادة عدد من الشهود العدول، بحيث يكون يوم غد الجمعة 15 من شهر يونيو 2018 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1439 هجرية. وبناء عليه، فقد قررت الهيئة اعتماد ما ذكر شرعا، جعله الله عيدا مباركا عائدا على جميع المسلمين باليمن والخير والبركات. هذا ويقتنم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذه المناسبة السعيدة ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الأسرة المالكة الكريمة، وإلى شعب البحرين الوفي، وإلى العالم الإسلامي أجمل التهاني وأزكى التبريكات بعيد الفطر المبارك، ضارعين إلى الله القدير أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وسلام ويمن وأمن للعرب والمسلمين، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالعزة والكرامة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولادة الهلال كانت يوم أمس يوم الأربعاء، هلال شوال كانت يوم أمس البارحة الساعة 11:15 مساء. هذه أول شرط لاعتبار دخول الشهر. الشرط الثاني، لازم ننتظر أن الهلال يغرب بعد غروب الشمس، فاليوم غرب الهلال بعد غروب الشمس، والفترة الموقت الزمن اللي بقى فيه الهلال في الأفق كانت طويلة نسبيا، عادة هو المطلوب قد يمكن 20 دقيقة، ولكن معظم الدول يصل فيه إلى ساعة، مثل البحرين قد حوالي 40 دقيقة، حتى المغرب العربي في جنوب فبالرأي بتكون يسيرة، وشفنا أن كثير من الدول أعلنت يعني مباشرة أعلنت برؤية الهلال. الهيئة جلست هذه الليلة لترأي الهلال وقد ثبت رؤيته واعتماد دخول شهر شوال. نرفع التهنئة القلبية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد لثبوت دخول هلال شوال وحدوث العيد الفطر المبارك السعيد. الحقيقة العيد هو فرصة لإتمام النعمة من الله تبارك وتعالى، فالعيد هو تمام النعمة وفيه الفرحة والسعادة والتواصل. ينبغي على المسلم أن يظهر البهجة ويظهر الفرحة والسعادة، وهو أيضا فرصة للتواصل والتسامح والتقارب فيما بين المسلمين. لقد تمت بهذه الليلة المباركة رؤية هلال شوال، وغدا إن شاء الله يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك. وبهذه المناسبة يسرني أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، وإلى الشعب البحريني الكريم وإلى العالم الإسلامي بهذه المناسبة الكريمة. سأل الله عز وجل أن يعيد أمثال هذه المناسبات علينا وعلى المسلمين جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.